بالعلم تنهض الأمم وتعلو الشعوب، حقيقة أثبتها التاريخ وداولتها الأيام، أيقنها القاصي والداني وعملت لها الدول. لذا حرصت الدولة المصرية على تكريم العلماء اعترافاً بدورهم في تقدم الشعوب، وكان لعلماء جامعة المنصورة نصيب في جوائز النيل، وهي أعلى جائزة تقدمها الدولة المصرية. فقد حصل 5 من علماء جامعة المنصورة على هذا الوسام الرفيع خلال 50 عاماً، وهم الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود النادي من مواليد محافظة الدقهلية لعام 1918، وتخرج من جامعة فؤاد الأول عام 1940، من أوائل علماء الفيزياء والطاقة النووية بالوطن العربي والشرق الأوسط، ومؤسس قسم الفيزياء بهيئة الطاقة الذرية، وشغل منصب نائب رئيس جامعة المنصورة عام 1978، وحصل على جائزة النيل عام 1998. السيد الأستاذ الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى بمصر والشرق الأوسط، أول من أجرى جراحة زراعة الكلى بمصر والوطن العربي، مؤسس مركز الكلى وجراحة المسالك البولية، وهو من مهد الطريق لهذا العلم بمصر قاطبة، حيث تبعته بقية الجامعات اقتداءً بجامعة المنصورة. أبحاثه العلمية التي تجاوزت 400 بحثاً، وكذلك خبرته الجراحية الفذة والتي أهلت مركز الكلى وجراحة المسالك البولية بالمنصورة ليكون مركزاً عالمياً مرموقاً وقبلةً للمرضى من كل أنحاء الشرق الأوسط، وحصل على جائزة النيل عام 2001. السيد الأستاذ الدكتور أحمد أمين حمزة، من علماء جامعة المنصورة الأجلاء والذين شرفت بهم الجامعة في المحافل العالمية والدولية، جاوزت أبحاثه العلمية 170 بحثاً دولياً، وكان أول من تولى منصب نائب رئيس جامعة المنصورة لخدمة المجتمع، فحمل على عاتقه تطوير الخدمات الطبية بالجامعة، ثم استكمل المسيرة أثناء رئاسته لجامعة المنصورة، حيث أنشئ في عهده العديد من المراكز الطبية والتي كانت سبباً في نهضة الخدمة الطبية بالجامعة، وحصل على جائزة النيل عام 2005. السيد الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر صبح، أستاذ أمراض الكلى بجامعة المنصورة، أحد أهم رواد الطب والبحث العلمي بمصر في مجال أمراض الكلى، وبلغت أبحاثه العلمية 190 بحثاً دولياً يستشهد بها في جميع المحافل العلمية. حصل على منح تمويلية داخلية وخارجية عديدة أهلته لإنشاء مركز الأبحاث الطبية التجريبية، والذي يعتبر اليوم أحد أهم مراكز التميز العلمي والبحثي بالجامعة، وحصل على جائزة النيل عام 2019. السيد الأستاذ الدكتور أحمد شقير، أستاذ جراحة المسالك البولية والذي حمل لواء تطوير البحث العلمي بالجامعة، منشئاً مدرسة بحثية عكف خلالها على نقل خبراته للباحثين، بالإضافة إلى فترة رئاسته لقسم جراحة المسالك البولية ومركز الكلى وجراحة المسالك البولية، والتي شهدت زيادات مرموقة في عدد الأبحاث المنشورة ومعدلات استشهادها، تجاوزت أبحاثه 300 بحثاً دولياً، محتلاً المرتبة الأولى محلياً وإفريقياً لمعدل الاستشهاد، وحصل على جائزة النيل عام 2021. كما تزخر جامعة المنصورة بالعلماء الأجلاء الحاصلين على جائزة الدولة التقديرية، وهي وسام رفيع لا يناله إلا علماء بذلوا أعمارهم للعلم وأثروا المعرفة ونفعوا المجتمع بأسره، وكان لهم عظيم الأثر في رفعة الوطن، فكان لهم كل التقدير من طلبة العلم والجامعة والدولة. لذا كان جلياً أن تتزين جامعة المنصورة بتلك النجوم.